ورحمة الله، أزل فلاون، مرحبا بكم في هذا اللايف خفيف ظريف في أنسو سوجي. موضوع واحد هو موضوع متعلق بالمملكة العربية السعودية والوزن اللي خذاته على الساحة الدولية والقدر اللي رام قادرينها الدول العظمى من روسيا وأمريكا والصين. شوف ونقارنهم بالجزائر وقولوا بعد عامين تاع سعوديه ياك هكذا نمروا لكم ها الواقع اللي رانا نعيشوا فيه. داير اللي يخرط علينا يقول لك الجزائر راهي دبلوماسيه والجزائر جزائر لكن والو. المهم لانه ناس عرايا على بالهم بهم وحمي قدرهم وحمي يسمع بهم. المهم قبل ما نحكيو على السعوديه خلينا نشوفوا بعض ردود الافعال والتعليق تاع مواطنين جزائريين حول حكايه المليار و300 مليون تاع مياه البحر اللي باش نحليوها. هالمليار هذا كان فيه اخ كتب لنا قالنا هسكو تبون على باله باللي في كل ريتلة تاع مية بحر تاع الماء تاع البحر كاين 35 غرام تاع الملح. عندك 35 غرام تاع الملح. ألور 35 غرام هذه لما تحلي في اليوم مليار و300 مليون متر مكعب عندك 4 ملايين ونص طن. 4 ملايين طن و500 الف 4 ملايين ونص طن 4 ملايين طن يعني مش 4 اطنان 4 ملايين طن تارك محلي مليار و300 مليون متر مكعب. والمتر مكعب هذا شحال فيه من ريتلة وفي الريتلة على بالك خذها شحال كاين من غرام تاع الملح. دونك راح ننتجو يوميا 4 ملايين ونص طن تاع الملح. ايه تنتجها داكور بصح وين راح تخزنها؟ وين راح تحطها؟ وين راح تخزن هذا 4 ملايين طن تاع الملح؟ وين راح تحطها؟ وش راح تدير بها؟ وش راح تدير بها؟ يعني هذا تبون يتكلم يقول نابورت كوا اي شيء. والمشكل قال هذه جا وصلحنا وقلنا وكذا ولكن هاد المستشارين اللي عنده كيفو ايه فرداو لقات اختها. دونك هذا ديجا عندنا هذا رد فعل تاع احد الاخوان هاوش يقول. كان اخ واحد اخر راسل قال لنا تحليه مليار و300 مليون متر مكعب من البحر يوميا يعني رايحين نقضيو على الحرقه. اي نعم خلاص ولادنا ما عادش يموتوا في قوارب الموت. ما عادش يروح في قارب الموت يموتوا ما كاش بحر ينشف تبون راح ينشف البحر وبالتالي ما بقاش قارب قارب الموت تبقى يروحوا ابي سوف ويلا. هنا كاين المغرب هو اللي حاكم العسى على المحيط كي ينتج في الميديراني المحيط راح يدخل مياه تاع المحيط راح تدخل. وهنا يقدر تبون يقول هذه مؤامرة مغربية. اي نعم هنا راح تكون مؤامرة مغربية لابد من التصدي لها لأننا احنا نشفوا في البحر والمغرب يطلق علينا المحيط باش يشجع الحرقة. باش يشجع الحرقة هاي ليك. فيه إخوان بعثوا لنا بعض الرسوم
هذا واحد منهم قال له في البحر، قال له ده تبون يدير له التحلية، مابقاش بحر. دونك مانيش عارف اسكو الاسبانيول والفرنسيس والطليان والجريك يخلونا نحليو البحر ويضربوا علينا، نحن انه راح كما لاكريس راح نقضيو على السياحة، اسبانيا راح نقضيو مع السياحة، الطليان نقضيو مع السياحة، تما عاد عندهم بحر، يبقى لهمش بحر، راح نضروا بالسياحة تاع دولة من فرنسا طبعا والطرق، ايه الطرق طلع البحر الابيض المتوسط، هادو كامل راح يخرج جزيرة نشف البحر وينا. الله يهديك يا تبون. كاين كاريكاتير تاع اخوان تاع ركان صابوا روحو في الناشف، قالوا نوكل عليك ربي يا تبون، والله ماني شايف فين حطيتها، ولكن اخر كاريكاتير واخر صوره اللي راح نحطوها اليوم، يعني صوره اليوم تاع الصح، واحد عبقري بعد عنا، خلينا نشوفوا واش كاتبين في الحيط، هذا الشيء واقع صح، واقع صح، شوفوا واش كاتبين في الحيط، الوطن مثل الأم. إلا الجزائر تقول مرتبة باك. الوطن مثل الأم، إلا الجزائر تقول مرتبة باك، ويا صح، الجزائر تطرد ولادها، تسجن ولادها، تعذب ولادها، تقتل ولادها، مرتبة بات وما تديرش هاك، مرتبة بات ما تديرش هاك، تعيش حنا على ولادها، تسرق ولادها. على كل حال الجزائر اللي يدير هذا الشيء هذه ماهيش جزائر تاع الصح، هذه مرتبة بات، أما جزائرنا الأم راهي مسجونة، راهي مغبونة، ما علينا إلا أن نحررها باش نستفادوا من عطفها ومن حنانها، أما إذا نخليوها هكذا لهذه العراية جايبين مرتبة بات الجزائر الجديدة هي مرتبة بات. هذا الأخ اللي يكتب هذا على الحيط والأخوة اللي يكتبوا هذا على الحيط، قولوا لهم الصح للجزائر الجديدة مرتبة بات. فوالا نعديو بعد الفاصل لموضوعنا الرئيسي ونشوفوه بالتفصيل بعد الفاصل. الله أكبر، هشام عباس، هشام عباس.